وبمناسبة هذه الذكرى العزيزة لميثاق العمل الوطني ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. أهلا بك سعادة الوزير. إذن كيف ساهم ميثاق العمل الوطني في دعم قطاع الإسكان في مملكة البحرين؟ مساء الخير الأخ بسام والأخت مريم. بداية أشكر لكم هذا الجهد المميز لإبراز منجزات الحكومة الموقرة وبالتحديد الملف الإسكاني. كما أنتهز هذه الفرصة أن أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى بالتبريكات وهذه المناسبة الكريمة، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ما في شك أخي الكريم أن ميثاق العمل الوطني أسس لمرحلة جديدة في تاريخ البحرين الحديث أو المعاصر، من خلال ما تضمن من مبادئ وأسس أصبحت بمثابة برامج عمل وثقتها الحكومة وحرصت على تنفيذها عبر السنوات الماضية، واللي شملت مختلف القطاعات وعلى المستويات كافة. وما في شك واضح أن البحرين لله الحمد يعني حصدت ثمار هذه البرامج من خلال المكتسبات اللي تحققت ونشهدها أو يشهدها الجميع. وخص بالذكر هني طبعا ما تحقق على صعيد السكن الاجتماعي. أخ بسام، يعني ما تحقق في من إنجازات في ملف السكن الاجتماعي خلال الأعوام الماضية بكل تأكيد يعد أحد ثمار المشروع لإصلاح لجلالة الملك المفدى ورعايته السامية للملف الإسكاني، وأيضا يعكس الاهتمام الكبير اللي توليه الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. إن ما تحقق في الملف الإسكاني يعني ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل حظى بإشادة أممية كبيرة من خلال نقل تجارب أو تجربة البحرين في تنفيذ المشاريع الإسكانية وما حققته وزارة الإسكان من إنجازات وما حققته حكومة البحرين ونجاحها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف 11. استكمالا لذي، يعني احنا في ركزنا في عبر الاعوام الماضيه على تنفيذ امر سيدي صاحب الجلاله الملك المفدى ببناء 40,000 وحده سكنيه. هذا الامر اللي في الحقيقه يعتبر من ابرز المحطات اللي مرت فيها وزاره الاسكان منذ التاسيس. طبعا من خلال الامر السامي شرعت وزارة الإسكان بتنفيذ 5 مدن جديدة اللي نعتبرها ركيزة العمل احنا في وزارة الإسكان. وطبعا تتمتع هذه المدن بمستوى عالي من الجودة، وحققت هذه المدن يعني بكل ثقة جميع عناصر جولة الحياة ما تتمتع فيه من يعني سواحل وحدائق وخدمات ويعني وجودة. أيضا بنينا حقيقة مجمعات سكنية في مختلف محافظات وقرى مملكة البحرين، وفرت الآلاف الوحدات السكنية. على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص، أسسنا شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من خلال بناء أيضا آلاف من الوحدات السكنية. كل ذلك الهدف من سرعة حصول المواطن على الخدمة الإسكانية. نعلم جميعا اليوم برنامج مزايا اللي دشنته وزارة الإسكان في 2014، وهذا أيضا يعتبر مبادرة إضافية لبرنامج العمل مع القطاع الخاص. وفرت في وزارة الإسكان أو مكنت في وزارة الإسكان أكثر من 10,000 مواطن من السكن من خلال هذه البرامج. هناك أيضا برامج جديدة إن شاء الله واعدة
مثل برنامج شراكة اللي نستهدف من بناء لا يقل عن 16,000 وحدة إسكانية، وأخيرا مثل ما ذكرت في تقريركم الحلول التمويلية اللي إن شاء الله راح تنقل هذه الوزارة نقلة نوعية في العمل من خلال تقديم خدمة فورية للمواطنين الموجودين على قوائم الائتلاف. نعم، نتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا لك سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، شكرا على هذه المداخلة.